خلينا في البداية نرحب بأمنية السيد الحسيني بطلة كاراتيه مكفوفين. صباح الفل عليكي، بجد أنا مبسوطة جدا إن أنا قاعدة معاكي، والناس كلها مبسوطة إنك معانا النهاردة يا أمنية. وأنا أسعد والله بيهم. كابتن هيثم منورنا، وكلمات حلوة جدا إن هي يعني تطلع كمان من أمنية، ده أكيد وراه سند وأكيد وراه شغل وأكيد وراه دعم من حضرتك كبير. الحمد لله. يعني خلينا نبدأ بأمنية لو تسمح لي الأول، لأن أنا عايزة أسمع منها هي. أمنية احكي لنا عنك كده، دلوقتي جمهور الاهلي وجمهور ناس كتير، يعني حتى مش بس الاهلي، جمهور مصر بيتفرج عليكي، خليهم يعرفوا مين امنيه على المستوى الشخصي في البدايه، وبعد كده نخش بقى عن ممارستك للرياضه. انا اسمي امنيه السيده حسيني، لسه مخلصه ثانويه عامه والحمد لله حاصله على 91.5% الاولى على محافظه القليوبيه. يعني دخلت الحمد لله اقتصاد وعلوم سياسيه، طبعا بعد انجازات اللي انا احاول اخش الكليه والحمد لله دخلتها بصعوبه جدا، بس الحمد لله دخلتها في الاخر. وطبعا صعوبات كتير واجهتنا في هذا الكليه عشان هي من الكليات اللي هي صعبه وثقيله فعلا، فكان الحمد لله دخلتها. يعني حلو قوي، برافو عليك. يعني انت ما شاء الله بطله على المستوى الرياضي كمان في التعليم، يعني ناجحه وحققتي كمان. من اولى ابتدائي انا بطلع الاولى على مدرسه ما شاء الله عليك، ودخلت مدارس من اولى ثانوي لثالثه ثانوي، طلع دخلت مدارس دمك مبتدئين، وبرضه طلعت الاولى على المدرسه واثبتت لهم ان انا مش مختلف عنهم في حاجه. برافو عليكي، برافو عليكي يا امنيه. انا هرجع بقى اعرف منك كمان تفاصيل ده، لان دي قصه نجاح انت اختصرتيها بس فيها كواليس كتير عايزين نتعلم، زي ما انا كنت بقول عايزين نتعلم منها.